السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم إلى هذا اللقاء. خلال يوم الغد مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب بحول الله أجواء مغشاة تقريبا على جل المناطق الشمالية الساحلية وحتى على المرتفعات، لكن خلال صباحة الغد ضباب على منطقة الأوراس ليزول فسيح لأجواء مغشاة، كذلك نفس الأجواء على شمال الصحراء أقصى الجنوب مرتفعات الهجار والتاسيلي. طقس بارد على المرتفعات مع درجة الصفر على أقول على الجلفة والغوات، درجة واحدة على المرتفعات الداخلية الشرقية وكذلك المرتفعات الداخلية الغربية، مقاييس ما بين 7 درجات لغاية 8 درجات على السواحل، 7 درجات كذلك على بسكرة المغير توكورت حسيم سعود ورقلة وحتى على ولاية إليزي، 9 درجات على الصحراء الوسطى مرتفعات الهوكار والتاسيلي، 14 درجة على أقصى الجنوب. أما خلال الظهيرة إن شاء الله درجة الحرارة القصوى دائما في تراجع على المرتفعات مع 10 درجات فقط كأدنى مقياس على المشرية نعامة والبيض، 12 درجة على العاصمة نفس المقياس على السواحل الشرقية، ننتظر 17 درجة على شمال الصحراء، 25 درجة على تندوف، 23 درجة على الصحراء الوسطى، 21 درجة على طامن راست وحتى على جانيت، 28 درجة على أقصى الجنوب. أما البحر خلال يوم الغد هناك تحسن في حالة البحر خاصة على السواحل الشرقية مقارنة بنهار اليوم، ننتظر بحول الله بحر قليل الاضطراب، رياح ضعيفة شرقا وغربا لكن معتدلة على السواحل الوسطى. أما البقية تقول إن شاء الله خلال يوم الجمعة ننتظر بحول الله اضطراب جوي، سيزداد نشاط خلال الأمسية على المناطق الغربية على السواحل وحتى على المرتفعات، أمطار على شكل زخاطر عادية، تساقط للثلوج كذلك على القمم الجبلية الغربية، أجواء متقلبة على المناطق الوسطى والشرقية نفس الأجواء وهذا على منطقة الواحات الصحراء الوسطى إلى غاية أقصى الجنوب، درجات الحرارة في استقرار خاصة على المرتفعات ستعرف تراجع. أما خلال نهاية الأسبوع الأمطار ستلتحق على المناطق الوسطى على شكل زخات على السواحل وكذلك المرتفعات الداخلية، أجواء غائمة كذلك على المناطق الشرقية وأجواء مستقرة على الجنوب. خلال بداية الأسبوع القادم إن شاء الله في الأجواء ستستقر تقريبا على كافة المناطق الشمالية الساحلية وحتى على المرتفعات الداخلية حتى على المناطق الجنوبية، درجات الحرارة دائما مستقرة تتراوح ما بين 12 لغاية 20 درجة على الواجهة الشمالية وما بين 15 لغاية 28 درجة على المناطق الجنوبية. وقت غروب الشمس ليوم الغد الفاتح من شهر ديسمبر إن شاء الله على مستوى العاصمة سيكون بحول الله في تمام الخامسة 32 دقيقة.